السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. الفيديو النهاردة هيكون عن طريقة عمل مقدمة للقناة بتاعتك أو لمقدمة الفيديو بشكل عام، تقدر تستخدمها كمقدمة للقناة مثلا عندك على اليوتيوب أو في أي استخدام أنت بتحب مقدمة لأي فيديو خاص بيك. الطريقة جدا سهلة، الطريقة مش محتاجة منك أي خبرة. أدواتها 4 أدوات، الموقع اللي معانا اللي عليه التمبلتس الجاهزة للموقع، آلاف آلاف المقدمات طبعا المجانية، وموقع للخطوط العربية، لأن الموقع مشكلته إن هو ما بيدعمش اللغة العربية، فعملنا تركيبة بسيطة كده نقدر من خلالها نستخدم اللغة العربية عليه من خلال موقع تحميل الخطوط اللي قدامنا، وموقع تحويل الخط لملف JSON اللي بيقبله الموقع، وكتابة النص في الموقع اللي قدامنا. طبعا الـ3 أدوات استخدامهم سهل جدا، أو الـ4 أدوات. هنبدأ على بركة الله. أول حاجة بتختار المقدمة اللي بتناسبك، بتقدر تقلب فيها، تقلب هنا زي ما أنت عاوز، كتير كتير كتير، تقلب قلب قلب. وليكن أنا هختار مثلا دي مثلا، وهخش على اوبن ان كليب ميكر. تمام، تفتح لي الصفحة دي شكل المقدمة. لو انا عايز اقربها ممكن هنا اضغط هنا كده. تمام، لو عايز اشغلها اشوفها. طبعا هنعمل تيست عليها دلوقتي. طيب انا عاوز اغير الكلام، لو انا رحت هنا ده المكان اللي فيه التكست دايما اوبجكتس ده، تمام، هروح على التكست وهغير مثلا، هكتب هنا مثلا دكتور كمبيوتر مثلا، هنقول دكتور كمبيوتر، واشوف كده هل لو طلعت بره وانتر شوف علامة ازاي، عاملة علامة ايه. الموقع ما بقراش اللغة العربية. طيب الحل ايه؟ الحل كالتالي، هروح على موقع تحميل الخطوط اللي قدامنا ده، طبعا كل رابط هنلاقيها اسفل الفيديو في الديسكريبشن. المقدمة ممكن تفيدنا ان شاء الله في دورة ربح الانترنت من اليوتيوب، وهنزل اي خط يعجبك. وليكن مثلا انا الخط ده مثلا عجبني، هنزله اعمل تحميل لي من هنا، هيبدأ ينزل اعمل تحميل اهو، اشوفه هينزل فين واعمل له عملية ضغط. لو هو نازل ملف مضغوط، لا هو نازل هقول له شو ان فولدر اهو، تمام، عشان اعرف هو نازل فين. تمام، هو نازل هنا اهو في الداونلودز عندي. جميل جدا اهو، بيبدأ بـ ESC في. ESC في ده بدايته، عشان أروح للموقع ده أقول له أحمل اللي أنا لسه ESC في، أقول له هو أهو ده الخط اللي إحنا لسه منزلينه أهو، ESC في اللي إحنا لسه منزلينه من موقع تحميل الخطوط، وأضغط عليه وهسيب كل حاجة زي ما هي وأقول له convert، بدأ عملية داونلود ليه، أعرف بس مكانه فين. SV كودر JSON، تمام، وبروح على الموقع وبختار كاستم اخر واحدة الفونت هنا. طبعا بعد ما اجي اقف على التكست كده من العلامة دي اقف على التكست واختار كاستم، واقول له كاستم كده، واقول له سيلكت كاستم فونت. شايفين كلمة سيلكت دي، اضغط عليها واروح على اللي انا نزلته اخر حاجة للجيسون JSON اهو، تمام، هو ده، اقول له كده تمام. طيب شايفين احنا الكلام عامل ازاي، اتلخبط كده ومقلوب، فبروح على الموقع ده اقول له بيست، اقول له تحويل ونسخ، واقوم واخدها كوبي. بروح على الموقع بتاعنا بقول له اهم حاجه حط لي دي كده، بقول له انتر، وبرفع الملف من الاول يكون في المشكله زي ما احنا شايفين. ده الشكل العام للخط، طبعا هو شكله كبير عن ما شكله كبير، هم مغيرين السايز بتاعه، خليه مثلا 18 وانتر، خليه اصغر شويه كمان 15 وانتر، لو نصغر في لغايه ما يناسب، معقول كده زي ما احنا شايفينه. طبعا انت ممكن تغير الخط اللي يناسبك، هنقول له بلي كده، حاسس ان هو لسه كبير واقوم موقف، واقوم رايح مصغر الخط 10 مثلا، اقول له انتر البلين اهو، تمام كده مناسب بتهيألي.
ده طبعا ده انا بديك مثال لطريقه الشغل بتاعه. طيب انا لو عايز اعمل له احط له موسيقى تانية، بضغط على نوت الموسيقى وبعمل عمليه سيلكت، بختار عندي من الجهاز عندي اللي يناسبني من الاصوات. طبعا في مواقع تنزل اصوات كتير. طب عاوز انزل الفيديو، بعمل على كلمه داونلود وبختار البالانس دي تمام، واذا على ما هو وبنزله هينزل لي ام كي في تمام، نقدر نستخدمه او نحوله لاي حاجه احنا عاوزها. وبعمل له ستارت فيديو ريندر، يبدا عمليه تحويل الفيديو ثم تنزيله على الجهاز عندي. طيب لو مش فاهم ممكن نعملها تاني، نكررها. لو الموضوع صعب شويه عليك ممكن نكرر من هنا، نروح للتمبل التاني، بختار حاجه تانيه، اختار اي حاجه تانيه كده بسيطه، بقلب انا اهو هيرو دي مثلا، بقول له اوبن كليب ميكر، ده شكل اللي هضغط هنا عشان تبقى قريبه اشوفها، اضغط هنا عشان اشوفه. تمام اوقف واروح على هنا زي ما احنا قلنا، هنا بنغير الخط تمام. طبعا انا عايز خط تاني، الخط ده مش عاجبني مثلا، برجع نجيب مثلا الخط ده مثلا، في خطوط كتير جدا اهو، يعني هنا كتير الاف الخطوط اهي، اختار الخطوط اللي انت اللي تناسبك. مثلا اختار ده، اعمله ده تحميل كينا سيم، اسمه كينا سيم تمام، اقول له تحميل، بدأ الداونلود عندي، بقوم رايح بعد كده الموقع تحويله لجي اس او ان، بقول تشوز، ده حرف الكي في الداونلود اهو، كي نسيم اهو، اقول له انتر، اقول له عم حوله له كونفرت، اعمل ايه داونلود، اقوم رايح على موقع المقدمات، اقول له كاستم، اختار كاستم، سيلكت، كليكي اللي انا عامله دلوقتي جيسون هو جي اس وين تمام، هو ده تمام. طيب انا هنا خلي بالك في كلمتين متكرر مرتين، دي نخلي بالنا منها، اكتب هنا دكتور كمبيوتر هياخدها من هنا، اكتب اهو تحويل ونسخ كوبي، اروح هنا، عملية بسيطة جدا، بيست انتر. طيب اكررها تاني في التانية، في خطين تكست هنا خلي بالك، ممكن تلاقي في كلمة متكرر مرتين زي هنا مثلا، واضغطها هنا، بقول له كاستم، وكاستم خلاص عليه، بقول له سيلكت، اختار كي اللي هو الجيسو جي اس ان اللي تم تحويله جي اس ان، زي ما احنا شايفين بقى شكله، بصغر، ممكن نجرب الاول، لا كبير، صغر خليه 15 مثلا طبعا لده، والتاني برضو بخليه 15، لان هنا خطين، هنا طبقتين، طبقتين خطوط، واجرب، ممتاز جدا. لو عايز اغيره شويه ممكن اخليه 10، والخط التاني هنا هنخليه 10 اللي هو الطبقه التانيه، ممتاز ممتاز ممتاز. طبعا ده متغير في الخطوط وكل حاجة فيها، العرض بتاعه والكلام ده، نجرب، ممتاز جدا جدا. وبعمل له عمل، عايز اغير الصوت اغيره، اعمله داونلود من هنا، اعمله ستارت فيديو رندر وانزله على الجهاز عندي. لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عايز تفيد بغيرك اعمل له مشاركة، لو مش مشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر اتمنى تكون مشتركين معانا، وما تنساش تفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.